عملت شيرين صالح على تطبيق شعارها الإبداع في مواجهة الفقر من خلال استثمار موهبتها في صناعة الإكسسوارات، وعملا منها بمبدأ خيركم من يتعلم ويعلم قررت أن تعطي دورات تدريبية مجانية لتعليم وإتقان هذا الفن. الفكرة جات لي أن أنا طبعا في منطقة يعني شعبية بسيطة، فالناس اللي حواليا حبيت أن أنا أعمل أي حاجة. لو ما فيش فلوس ممكن نعمل حاجة إحنا بنعرف نعملها، مش لازم كل حاجة بفلوس. يعني ممكن أنا بعرف أعلم حد، ممكن بعرف في الإكسسوري أعلم حد إكسسوري. قررت شيرين أيضاً ألا تكتفي بتعليم البراعم والشباب هذه الحرفة وتنمية مواهبهم، بل قامت أيضاً بتخصيص مكان في حيها الشعبي بالقاهرة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة. أنا كان فكرتي أن الطفل عنده وقت فراغ بقى في الأجازة في الصيف، فكان مهم قوي ما يفكرش في حاجات كتير ملهاش لازمة. كنت بحاول أخليهم إزاي يعرفوا يقروا بحاجة بسيطة، يبتدوا يحفظوا كلمات، أناشيد، طبعا أداب، حديث. الحاجات دي كلها بتفيدهم في المدرسة لما بيدخلوا. معايا البنات جميلة حابة قوي تتعلم، معايا فاطمة وفرح وهاجر. ما شاء الله الطفل وهو صغير بيبتدي بيتطلع لحاجات كتير، وممكن يعمل حاجات كتير قوي ويبقى أسرع من الكبار، فهم حابين يتعلموا. ساهمت شيرين في تغيير حياة البعض والارتقاء بمستوى معيشتهم، بالإضافة لاستثمار وقتهم بشكل مفيد يدر عائدا ماديا. بدأت أتعلم مع الأستاذة شيرين في الخرز وعلى الفوانيس والأشغال اليدوية، وحسيت أن أنا بستفيد بوقتي في الحاجات ديت، وبدأت أحبها، وحسيت بردك أن هو ممكن أعملها مثلا وأبيعها في معارض. إبداع مستند على موهبة قامت شيرين بتنميتها في مجتمعها المحيط بها، وبالفعل بدأت جني ثمار ذلك. الموهبة ثروة تحتاج من ينميها، ويأتي الإبداع كنتيجة منطقية لهذا الإنماء، والأفضل أن نستثمر هذا وذاك في تغيير حياة الآخرين وتعليمهم والارتقاء بمستوى معيشتهم. طارق علي، برنامج اليوم، قناة الحرة.